إن الماء عماد الحياة، وهذه الحقيقة لا يختلف عليها الناس. ولما كانت الحياة أغلى ما أعطى الله الإنسان، جعل الله الماء سر وجودها. يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو أساس الحياة على الأرض، فأين تكمن أهمية الماء؟ وكيف نحافظ عليه؟ للماء أهمية كبيرة في حياتنا، فقد اعتمد الإنسان على الماء لتلبية احتياجاته الشخصية، كالشرب وإعداد الطعام والاستحمام أو القيام ببعض الأعمال اليومية مثل التنظيف، كما استخدمه في مجال الزراعة لري النباتات، وفي الصناعة كذلك، ويستفاد من الماء حاليا في توليد الطاقة الكهربائية، وله فوائد صحية، فالإكثار من شرب الماء يحمي الإنسان من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب وغيرها. لهذا كله كانت المحافظة على الماء واجبا علينا صغارا وكبارا. من طرق المحافظة عليه عدم تبذير الماء واستهلاكه بكميات معقولة، والعمل على صيانة شبكات الماء بشكل دوري، وتصليح الصنابير المعطلة التي تسبب في تسريب المياه، وعدم ترك الحنفية مفتوحة أثناء غسل الأسنان وغيرها من التصرفات التي تقتصد في استعمال الماء. المحافظة على الماء واجب لأننا إذا أسرفنا في استعمال الماء قد يأتي يوما لا نجد الماء الذي نحتاجه للشرب، فنقضي على حياتنا بما كسبت أيدينا.